معنا المواطنة التونسية منى العوني. منى مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، مساء الخير. نحيي كل التوانسة ونحيي طبعا ضيوفك اللي معاك في البرنامج، وتحية خاصة من دبي لتونس ولكل التوانسة والقناة التاسعة خصوصا، وشكرا على الاستضافة الكريمة وعلى إتاحتنا الفرصة أنه نعبروا عن رأينا ونعبروا فعلا عن طبعا تلقي الخبر، او خلينا نقول ان شاء الله خليني نعرف بيك ساق قبل كل شيء. انت مدير تسويق واتصال في مجموعه فنادق، ما نجمش نعملوا لها اشهار، لا فقط نقولوا اللي انت مدير اتصال في مجموعه فنادق. باهي، خلينا نبدا معك ساق. كمواطنه تونسيه وموجوده في الامارات ومراه سورتو، لانه القرار اهان المراه التونسيه، كيفاش تقبلت اللي صار منع التونسيات من انهم يطلعوا في الطائرات الاماراتيه؟ طبعا انا باش نقول رايي، ورايي طبعا يمثل مجموعه كبيره من التونسيات الموجودات في الامارات. احنا لم نعتبر هذا القرار بمثابه الاهانه للمراه التونسيه، بالعكس انا مقيمه في دوله الامارات منذ 16 سنه تحديدا. انا خريجه معهد صحافه وعلوم اخبار وخريجة الإعلام، يعني الإعلام من وسائل السمعية البصرية في تونس، وصدقني معناها أنا لم أعتبره إهانة، لأنه فما تونسيات طلعوا على متن الطيارة اللي هما مقيمات. زوجي كان يشتغل بطيران الإمارات، أنا عشت معاه مدة كبيرة لأنه عندهم قصة الأمن والسلامة والسيفتي والسيكوريتي، تعرف أنه ممكن موظف في خطوط الإماراتية أنه ممكن يفقد شغله، يفقد مهنته، يعني يطرد من مهنته إذا أخل بشرط من شروط الأمن والسلامة. الموظفين على طيران الإمارات مخولين حتى باش يولدوا، سمحني في الكلمة، امرأة على متن الطائرة، يعني هم مجندين لهالعملية. فطبعا موضوع الأمن والسلامة مهم جدا، ومش كان في خطوط الطيران الإمارات، في كل شركة في الإمارات. احنا في الفندق عندنا مدير اسمه مدير الأمن والسلامة ومدير البيئة ومدير مدير شو، يعني حسيله. فما وظائف أخرى تختلف شوية على دولتنا، لم نعتبر هذا إهانة لأنه من حقهم. احنا علاش تونسة مثلا معناش الحق امرأة ولا غير سختو امرأة؟ الأردن يظهر لي ما طلعنيش، كانت ما نجموش ناخذوا فيزا للأردن إلا في حدود عمر معين. مصر تطلب فيزا من الامرأة التونسية، فما جنسيات معينة. فما فرق يا أستاذة منى، سامحني يا أستاذة، ما فرق بين انك يحطوا فيزا لبلاد وهذه معمول بها في برشا دول، وبين انك انت عندك الفيزا وعندك الاوراق اللازمه باش تطلع في الطياره، ويمنعوا كل نساء التونسيات. وانا كنت في المطار وقت اللي صارت المشكله، وحتى تونسيه طلعت في هذه الطياره مع اللي عندهم اقامه وتاشيره، مع اللي عندهم اقامه. ايه معناها كان فما اهانه، سامحني، معناها كان فما اهانه، راهو اقصاوا الناس الكل. اما هما لاعتبارات امنيه لحد الان، هذه طبعا السلطات الاماراتيه اللي اعلنت عليها من وزير مسؤول كبير في الدوله، وحتى الاماراتيين اللي علقوا مدونات في جريده الاتحاد اللي هي جريده يوميه، وطبعا قالوا انه كان يعني الاقامه الاماراتيه هي تضمن السلامه، معناها لا مش تضمن السلامه، معناها تبدأ عندك اقامه اماراتيه تبدأ انت معناها بعيد عن الشبهات. لا لا لا، بالعكس مش هذا انا قصدي. قصدي انه لانه جاتهم حسب البرقيه الامنيه اللي جاتهم انه فما مشتبهين او مشتبهات بهم يحملون الجنسيه التونسيه اخذين تاشيره زياره، هذاك علاش هما اقصوا كل الناس اللي ماشيه للزياره، لكن الناس اللي مقيمه وعندها جواز دبلوماسي اتاحوا لهم الفرصه انه يطلعوا، لانه هذيك من حقهم انه هما مقيمين في الدوله عندهم نفس الحقوق بالنسبه للمواطنين اللي هما مواطنين الدوله او معناها اصحاب الدوله، فهمت؟ بالعكس معناها انا نحب نقول لك بصراحه، انا مداخلتي لهنا ما نحبش ندخل في حتى، ما عنديش الحق وانا مانيشني مخوله باش نحكي لا في السياسه ولا في الاقتصاد ولا في اي جهه اخرى، انا فقط نحب نعبر عن رايي باسم التونسيات اللي موجودين هنا انه احنا بالسياسه تتحدث لنا
أعطيتنا هالملاحظات. عندي الحق لأنه سمحني أنا منشني مخولة للسياسة. ممكن سيدي الفاضل أنا أجهل السياسة، لم أدرس السياسة، أنا درست صحافة علوم أخبار، عندي الحق باش نعبر عن رأيي. طبعا لك الحق يا منى، يا منى أكيد لك الحق في التعبير عن رأيك حتى كان رأي مخالف. اسمعني شوية منى، اسمعني لك الحق، وذاك علاش كلمناك راهو. بارك الله كلمناك لأنه الحق. عندك الحق باش تعبر عن رأيك وتعبر ربما على جزء من المواطنين التوانسة الموجودين في الإمارات اللي ربما يكون عندهم نفس رأيك.